عسلامة أخويا. وبيك أختي أكثر. لبس؟ الحمد لله لبس. قدم لنا روحك. بلال من عنابة بن سير المملكة اللوزية فنتروا. مرحبا بيك وتحية لأشقائنا الجزائريين. بارك الله أختي وبيك عايشة. عايشة. حبيت تحكي معنا على وضع الشباب في الجزائر. قلت لي معناها ما فما حتى فرق ما بينهم وما بين التوانسة في الأوضاع. في الأوضاع ما كان حتى ما كانش فرق كبير، خطر أغلبية الشباب الكل يحبوا يحرقوا كما نقولوا احنا بالعامية. يا شباب الكل ضاع ضاع من الآخر خلاص، خطر لا خدمة لا أباي هي وين كما نقولوا احنا ملاحة ما كان حتى شيء. أختي الشباب احنا بصفة عامة ضيع. إن سمعت حاجة هكية اللي في الجزائر فما برشا خدمة متوفرة، أما شباب الجزائر يحب الربح السهل. عطيت الصحة، احنا نحب الربح السريع من الآخر خلاص، نحب الربح السريع ما نحبوش تعب، وعلى خاطر كما نقولوا احنا عندنا وقت درك لازم نحبوا نجموا. يعني تحب تلم فلوس في ساعة. نعيشوا في عطيت الصحة نلموا فلوس في ساعة، ونحبوا نلبسوا مليح ونحوسوا مليح، فهمتي أختي؟ معناها حكاية فارغة تخدم اللي هي في الجزائر. لا عاد. ورست أختي حكاية فارغة تخدمي أقل واحد يدي في الزملاي نقول احنا في الشهر، معناها فلوسكم أنتم 290 دينار شهر، والله كيما نحكي معاه تلقاه يخدم 8 سوايع 10 سوايع. مش حكاية يا أختي، فهمتي؟ معناها أغلبية الخدم هكا؟ أغلبية الخدم هكا، تسمى كي تدي 3 ملايين والزملاين ونص وربع ملايين تسمك في الجود خلاص، تسمك على عجلة كما تقول. ثم معناها مليح خلاص، فهمتي؟ ما تنجمش تعيشك زملاين 3 ملايين؟ ما عادش درك من فوق العشرة واطلع يا قسم بالله، انت ما بفلوسكم من تم حكاية مليون ونص واطلع. هذاك علاش الشباب الجزائري ديما يختار انه يخدم حر؟ عطيك الصح، نحبوا نخدموا احرار على خاطر مقتارية اغلبية تاعهم اختي على اعصابهم، يحبوش تا واحد يرخصهم في الخدمة، فهمتي؟ يحب يخدم لاز نحل على 9 نحل على 9 نحل على 10 ما نحلش. نقفل كيما نحبوا احنا من الاخر، هذه هي بيسك درك يا اختي من الاخر، وقت تاع درك ما ظاهر به ما نكذبوش على بعضنا. لازم تلبس مليح وغلطه لا لازم تكون وكرهبه. انني لاحظتوا انه الشباب الكل سواء في الجزائر او في تونس او في اي دوله عربيه اخرى الكل يحبوا يوليوا اغنياء. مش اغنياء، نحبوا نوصلوا كيما نقولوا احنا اساسيات الحياه يا اختي، مش حاجه كبيره كيما نقولوا احنا تلبس مليح فلوس عندك العيش الكريم العيش الكريم قلل ودلل كما احنا نقولوا. المهم نعيشوا لازم مش تبقى تعيش هكا فرسي فرسية. فهمتي يا اختي؟ نوليو نخموا في حاجه اخرى الحرقه، نوليو كاين ناس تسرق اللهم يعافينا، فهمتي؟ معناها تحب تقول لي اللي حتى العيش الكريم ماكش قادر توصل له؟ ما توصلوش، كاين ناس كما نقولوا احنا شوف يتزارف شوف ابار الماكله وكا يحبوا يلبس هكا مليح طنوبيل ملاحه كل مره يبدل، فهمت اللقطه؟ شنو هو الحاجات الغاليه في الجزائر وشنو هو الحاجات الرخيصه اللي نجم يشريها اي مواطن دركا في السوق؟ المعيشه مثلا الماكله الماكله ملاحه رخيصه رخيصه رخيص نورمال توكل شاف الماكله توكل حتى القش لبسه تاعين بس احنا نحبوا نلبسوا اوريجينال على تعرفي بيان سور لي جان نحبوا نبدلوا كل سمانه نبدلوا لبسه ما تبقايش العبد كادر باللبسه هذيك حوايج الكل تصور بهم عطيت الصحه تصور بهم وكل تولي واحد زي ستاتي ما معروف هذاك لابس الاخضر هذاك لابس الاصفر هذاك لابس سومبل هذاك فهمتي الا لبستها ما نجمش نعاود نتصور بها ليه هكا تولي شويه عقدره عقده تبان شو بيها يا اختي كيما احنا فئه تاع الشباب تاعنا مش ما داخل معناها قطعه لازمك تلبسها مره عطيك الصح احنا نلبسوا لاكوست يا اختي تما كي تعرفي لاكوستيان على عجله لاكوستيان انسومبل ومعها معناها تشري بول لاكوست تلبسه مره وتعيش مره واحده ولازم جديد 2022 لازم كل مره من يخرج كولر الاخر نلبسوها فهمتي اللقطة ما مش كيما شباب تونس شفتوا شباب يلبسوهم انتم تلبسوا نورمال فريب وحنا يلبس على الاخر شباب تونس لبس وريق على الاخر لا تلبسوا كيما طلاون انتم الحقيقه شبابنا احنا بتاع تونس ياسر يلبسوا مليح بصح احنا الاغلبيه يلبسوا لاكوست احنا غاليه لاكوست تاع ناس لابس باها حتى في تونس يلبسوا يلبسوا بصح مش كيما احنا احنا كيما نقولوا احنا معروفين احنا باه لاكوست تيان معروف فهمتي يا اختي
مش حنقولوا ربي يجيب الخير. هي من الاخر خلاص خاطر الاوضاع في البلدان العربيه ماشيه وتزاد تطيح يا اختي من الاخر، حتى احنا في الجزائر ماشيه وتطيح، سواء في الاقتصاد سواء في ماشيه وتتبلبز الدنيا، فهمتي؟ الشباب الكل راح. دونك شنو هو طلبات الشاب الجزائري اليوم من السلطات الجزائريه؟ انا كشاب جزائري نطلب من السلطات الجزائريه انه تشوفوا فينا شويه، يرحم والديكم، فكنا من حكايه الفوت وبرلمان وحكايه تاعكم هذولكم، شوفوا الشعب الجزائري راهو ضايع، اقسم بالله كاين الناس ما رجعتش واش تاكل، اصحابي يونديريه يخدموا تلقاهم فرصي خلاص، شوفوا لنا يرحم والديكم. رساله الى سيد معالي الرئيس الجمهوريه عبد المجيد تبون، شوف معانا ونحي علينا حكاية المنحة البطالة، نحبوا نخدموا، فك علينا من البطالة تعتدي 13 مليون، تحب شهرية الصحة 13 مليون، من بعد تلقاها ناقصة ومن بعد تلقى أمور، خدم الشباب نتاع بلي بخاطي واللي تحتك هما اللي غاديين يفرحوا في الجماعة، شوفوا حلوا مصانع للشباب تخدم، خلي تنقص علينا السرقة يا أختي وتنقص علينا حوايج ياسر، فهمتي؟ كما احنا في ولاية عنابة محروقين بحكاية السرقة دي، يقول لك يسرقوا في عنابة. كيفاش يسرقوا؟ معروفين بنطارة ينطروا، قال لك خطر شباب كامل قاعدة يا أختي. تلقى عامل ساكوشة ينض على ثلاثة على ربعة، وكي عن بالك الجو هذاك. بركاجات بركاجات اللي يبيعوا في الحبوب المهلوسة. دي قصر صحيبي نادير خويا، نقول لك ربي يسهل لك خويا في غربتك. وديما سامي صحيبي مقداد عرب مارساي لي زوم هذوما ناس رجاله يا اختي، لقيتهم كيما رحت نحرق ديت ليهم. قلت لي عندك ميساج تحب تواصله؟ ميساج لخونا التونسي قال لك جيت للجزائر وعملوها عملوهم معايا وضربوني ومن هنا ومن هنا، حبيت نقول لك خويا الشعب الجزائري فري شعب مثقف وما نحقروش خويا، سواء براني سواء ولد بلادنا ما نحقروهاش صحيبي. والرساله اللي حبيت تشوه لنا الصوره تاعنا كجزائريين هذاك ولا ما نباليش، قادر تعرقتي صح مع واحد ولا زوز، حبيت نقول لك خويا الانسان هذاك اللي تعرقتي معاه ولا الغاشي ما يمثلوناش كجزائريين، بيسخ حنا دي بربارة يا اختي، ما عندناش حتى يتدم الضيف نفرحوا به، سيرتو انتم توانسه. تحب تعتذر له باسم الشباب اللي ممكن اساءوا له؟ خويا حبيت نعتذر لك صديقي، نقول لك الجزائر راهي خويا ما نحقروش الناس، ومرحبا بك مره اخرى، وارواح خويا نحلوا لك ديارنا كله، مرحبا بك، وتبقى الجزائر وتونس خوا خوا حتى انتفنا الدنيا يا خويا الزين، ومرحبا بكم عنا، وحتى احنا عنا سياحة يا اختي، عنا بلايص في الجزائر بدايها من القالة حتى وهران، من اقصى الشرق الى اقصى الغرب الى تيرمسان، عنا بلايص مناظر خلابة، ومرحبا بكم عنا. شكرا بفضلك. ميرسي دو هنا. خلي لك الكلمة الاخرى. كلمة اخرى حبيت مش حنقول يا ربي حني يا ربي لا راحت لي، مرحبا ديديكاس لسامي صحيبي مارساي وديما عرب خنش لا 40 وديما حبابنا وعرب ود الليل وديما منوبة وديما تونس خويا وديما عنابة، وان شاء الله يا ربي وصلنا الى اوروبا باحسن حال كما نقولها.